نعم، استمع لك الآن بشكل جيد حول موضوع الشجاعية. شرق مدينة غزة لليوم الثالث على التوالي تستمر العملية العسكرية في هذا الحي الذي يقع في المناطق الشرقية لمدينة غزة، إضافة إلى بعض أجزاء من مناطق حي التفاح الملاصق لهذا الحي، حيث يتعرض على مدار 3 أيام إلى استهدافات إسرائيلية متواصلة، سواء من المدفعية الإسرائيلية التي لم تتوقف على مدار 3 أيام من استهداف مناطق متفرقة من هذا الحي، وكذلك حي التفاح وأطراف حي الزيتون، إضافة إلى عملية القصف من قبل الطائرات الحربية. قبل نحو نصف ساعة من الآن استمعنا لسلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية الضخمة في المناطق الشرقية لحي الشجاعية. ربما الجيش قام نسف منازل مواطنين فلسطينيين في مناطق حي الشجاعية. أيضا في المناطق الغربية تشهد بين حين وآخر عمليات تقدم في بعض الأحيان للآليات العسكرية من شارع رقم 10، وهذه المرة تحديدا من منطقة الشيخ عزين وصولا إلى بعض أجزاء من حي تل الهوى، تحديدا في محيط ما بين الكلية الجامعية ودوار التحدث ودوار الخور، حيث كان بالأمس هناك استهدافات لمنازل كانت تحصن بها قوات إسرائيلية من قبل المقاومة الفلسطينية، تم استهدافها وهذا أدى إلى قتل عدد من الجنود الإسرائيليين وتسجيل جرحى آخرين في صفوف القوات الإسرائيلية التي كانت تتحصن في ذاك المنزل. ولكن خلال الليلة الماضية والساعات الماضية ركزت الطائرات الحربية الإسرائيلية على استهداف شقق سكنية مأهولة بالسكان في أكثر من منطقة، سواء في حي الشجاعية أو في حي الدرج منطقة السدرة، وكذلك منطقة الزرقاء، مدار في الزرقاء إلى الشمال الغرب من مدينة غزة، وهذا الاستهداف أدى إلى ارتقاء طفلة وإصابة آخرين تم نقلهم عن طريق الطواقم الطبية وجهاز الدفاع المدني الذي يصل إلى أماكن الاستهدافات التي تتعرض بين حين وآخر في مدينة غزة. ولكن حاليا نشهد حالة من الهدوء الحذر النسبي في كافة مناطق مدينة غزة، ولا تزال حتى هذه اللحظة طائرات الاستطلاع تحلق على مستويات منخفضة وفي كافة مناطق مدينة غزة، وتتركز في المناطق الشرقية للمدينة. وكذلك حتى هذه اللحظة هناك كثير من المواطنين يحاولون الوصول والاقتراب من أماكن سكنهم في حي الشجاعية وبعض مناطق حي التفاح والوصول إلى مفترق الشجاعية، تعرضوا لإطلاق الرصاص من قبل القناص الإسرائيليين الذين يتواجدون في مناطق متفرقة من حي الشجاعية. طيب الآن تامر، من نزح من الشجاعية، هذه الأعداد الكبيرة التي نزحت من الشجاعية في الساعات الأخيرة، إلى أين توجهت وأي الطرق سلكت؟ نعم، حول عمليات النزوح، كان في اليوم الأول العملية الإسرائيلية المباغتة والمفاجئة، وهي للمرة الثالثة على التوالي التي تشن إسرائيل عملية عسكرية موسعة في حي الشجاعية. عشرات الآلاف استطاعوا مغادرة منازلهم وأماكن سكنهم في حي الشجاعية وفي حي التفاح لحظة بدء العملية العسكرية وتواجد الإسرائيل، حيث تفاجأ كثير من الفلسطينيين بتواجد الدبابات الإسرائيلية أمام منازلهم وفي محيط المدارس التي كانت تحوي على آلاف الفلسطينيين في حي الشجاعية. بعضهم استطاع النجاح والفرار أو الذهاب إلى مراكز اللواء التي تتواجد في المناطق الغربية لمدينة غزة، نتحدث عن محيط مستشفى الشفاء، ونتحدث عن منطقة النصر والشيخ رضوان، وكذلك منطقة الرمال الشمالي، حيث تركز تواجد الفلسطينيين والنازحين في مراكز إيواء تتبع لوكالة القصف التسجيل، الذي مع العلم أن هذه المراكز هي عبارة عن مدارس تتبع للأونروا، قد تعرضت خلال الحرب الإسرائيلية لاستهدافات أكثر من مرة، وكانت هناك استهدافات خلال الأسابيع الماضية لهذه المدارس، والتي أدت بطبيعة الحال لارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء بينهم نساء وأطفال وكذلك جرح آخرين، مع العلم أن لازال حتى هذه اللحظة هناك بعض المنازل يتواجد فيها فلسطينيون وهم بمثابة
أصبحوا محاصرون، لا يستطيعون الخروج من منازلهم. وكنا قبل قليل قد تحدثنا مع ناطق باسم الدفاع المدني الرائد محمود بطل في لقاء خاص بالغد سيعرض خلال الدقائق القادمة عبر الشاشة. قال أن هناك مناشدات حتى هذه اللحظة تصل لجهاز الدفاع المدني لكثير من العائلات التي هي محاصرة في منازلها، ويوجد بينها شهداء وجرحى لا يستطيعون التعامل معهم. وننوه أن الجيش الإسرائيلي خلال عملية التوغل في أماكن التوغل في محيط صبحة، مستوصف صبحة ومدرسة دلال، قد أخرج عدد كبير من الأسرة الفلسطينية التي كانت تتواجد في تلك المنطقة عبر الشاحنات، ونقلهم عن طريق صلاح الدين مشترك الكويت ومحور للسرين إلى المحافظة الجنوبية والوسطى في قطاع غزة. طيب سؤالي الأخير لك تامر، الآن بعض المصادر المقربة من المقاومة الفلسطينية تتحدث عن اشتباكات شرقية شجاعية، تتحدث عن ما سمته المقاومة بكمائن الموت، وتؤكد أنه شوهد طائرة مروحية، طائرة إخلاء للمصابين هبطت قبل قليل في الشجاعية. حقيقة يعني حي الشجاعية هو يعتبر أيضا من الأحياء الكبيرة بعد حي الزيتون في مدينة غزة، وتواجد القوات الإسرائيلية تواجد في أكثر من محور في هذا الحي، تحديدا في منطقة المنطار وشارع بغداد وشارع النزاز ومنطقة الشعب ومقابل المقبرة التونسية، حيث القوات الإسرائيلية تتواجد في تلك المنطقة. وعلى مدار الساعة ربما يعني خلال الساعة الماضية شاهدنا استهداف مدفع عنيف في المناطق الشرقية لحي الشجاعية، وهذا ربما يدلل أن بالفعل المقاومة الفلسطينية قد انتقلت إلى الكمائن، وضع الكمائن للقوات الإسرائيلية. وكثير من الفصائل الفلسطينية خلال بيانات عسكرية منفصلة أكدت أن المقاومة الفلسطينية هي التي استدرجت القوات الإسرائيلية في تلك المناطق من أجل الوصول إلى بعض المنازل وبعض المناطق والشوارع التي تم تدقيقها مسبقا من قبل الفصائل الفلسطينية. بعض المنازل والمناطق وفوهات الأنفاق التي تحدثت عنها المقاومة الفلسطينية خلال البيانات المنفصلة لدى الفصائل أن تم تدقيقها مسبقا، وعن طريق استخدام القنابل والصواريخ التي ألقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على مناطق مختلفة من شمال ومدينة غزة، والتي تم إعادة استخدامها من قبل المقاومة الفلسطينية. وهذا ما يدلل شدة الانفجارات التي نسمعها بين حين وآخر في المناطق الشرقية، أضافة لعملية إطلاق نار بين حين وآخر ما بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تزال حتى هذه اللحظة تتوغل في المناطق الشرقية لحي الشجاعية. أيضا دعنا نشير أن لم يقتصر الاشتباكات لم تقتصر والاستهدافات ما بين المقاومة وقوات الجيش الإسرائيلي لم تقتصر في المناطق الشرقية لحي الشجاعية، بل كان هناك كمائن قد أوقعت بها قوات خاصة وقوات مشاة وقوات إسرائيلية كانت تتواجد في حي تل الهوى غربا، حيث قامت المقاومة الفلسطينية برصد تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي التي دخلت إحدى البنايات السكنية في حي تل الهوى في محيط دوار القور، والتي قامت باستهدافها عن طريق الياسين 105 والأربجي وغيرها من الأسلحة التي تم استخدامها وتفجير هذه الشقق السكنية، وأدت بطبيعة الحال إلى تحليق ملحوظة الطائرة المروحية الأباتشي التي قامت بإلقاء بإطلاق النار ومن ثم الهبوط. الآن كذلك تامر على شريط الأخبار العاجلة، سرايا القدس تؤكد تدمير آلية تابعة للاحتلال الإسرائيلي بعد استهدافها في حي الشجاعية وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح. الزميل تامر دلول متحدثا إلينا من داخل مدينة غزة.